السلام عليكم ليك باسم محمد، معكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كاع ملاح، ان شاء الله تكونوا كامل في صحه جيده معافيه. في الفيديو تاع اليوم راح نهضروا على اللي راهم داخلين في الدومين تاع الفوتوغرافي، في المجال تاع الفوتوغرافي، في التصوير ولا اللي دخلوا جدد، ونسيو نعاونوهم ونعطي لهم عفايس يقدروا يستغناو عليهم في البدايه تاعهم، في البدايه تاع المشوار تاعك. تقدر تستغنى على هذو العفايس وتقدر ما تشريهمش، تقدر تربح بزاف دراهم بلا بهم. وعلى هذا في الفيديو تاع اليوم راح نمدو 5 اشياء تقدر تستغنى عليهم في البدايه تاعك في الفوتوغرافي، تقدر تستغنى عليهم ماشي في البدايه، مع الاخر تقدر تستغنى عليهم. بوم، بلا ما نطول عليكم نبداو بالحاجه الاولى واللي هي الكاسكيرا. ذهات فريما تحقاش باش تكون فوتوغراف. ما اذا قالوا لك بلي تحق انت كسكيطه باش تبان فوتوغراف خشين قدامنا، راهم يكذبوا عليك. والحاجه الاولى اللي تقدر تستغنى عليها واللي هي ترايبود. على بالي بلي كي تبدا في التصوير الفوتوغرافي تدخل في هذا الدومين، العفسه الاولى اللي تحب تشريها مع الكاميرا واللي هي ترايبود، باسكو يبان لك شغل بلي عفسه بزاف مهمه في التصوير الفوتوغرافي. وانا واحد كي شريت الكاميرا تاعي الاولى شريت مع ترايبود، تما راح نحكي لكم على تجربه شخصيه. الترايبود فري ما تحقوش كي تكون زعما داخل جديد في الفوتوغرافي ولا شغل هذا يوم بديت فوتوغرافي، باسكو عنده استعمالات ومن داك ما تخدمش كاع بها. انا مع الاول كي بديت نصور برك ونخدم في الفيديو ما كنتش نخدم كاع بالترايبود، غير كي وليت ندير في الفيديو في اليوتيوب اللي شغل حقيت وخدمت بيه، صح خدمت بيه ترايبود. وزيد ترايبود كي تشريه تشري واحد غالي ومليح، يا تشري واحد رخيص وعيان. وباش تشري واحد رخيص وعيان ويتكسر لك بالخاف، وسورتو اذا كانت عندك كاميرا دي اس ال ار شغل البوا تاعها يكون فيها اوبجيكتيف شويه كبير، ما تساعدكش بزاف ترايبود هذاك. وعنده كما قلنا خدمه تاعو سبيسيال، كيما تحب تصور نجوم في الصحراء، انت ماشي كل يوم تروح للصحراء، ولا تحب دير بانوراما، ولا تحب دير لونغ اكسبوجر. انا في الكونت تاعي انستغرام عندي تصويره واحده من اللي بديت نصور درتها لونغ اكسبوجر وما درتهاش بالترايبود، حطيتها فوق كرسي ودرت بها لونغ اكسبوجر. يتسمى ترايبود تقدر تستغنى عليه كي تكون حتبدا في الفوتوغرافي. والحاجه الثانيه اللي تقدر تستغنى عليها، بون هذه الحاجه ماشي تستغنى عليها باسكو الكاميرا ما تمشيش بها، بصح واش نجم نعطيكم نصيحه فيها. اذا كنت انت تصور برك ما تخدمش كاع بلي فيديو، ما كان لها كاع شي لي كارد ميموار ترفد بزاف هذوك تاع 200 وما بيش حال هذوك، باسكو فريم راح تسحقها وفري شغل راح تخليها فارغه وتقدر تخسر لك الكارد ميموار ويروحوا لك كاع لي بروجي تاعك فيها. ما اذا كنت دير لي فيديو نتايا ولي فيديو تاعك ماشي 4K ولا كاليتي ماشي بزاف خشينه اللي تسحق شغل لي سباس تاعها سبيسيال باش دير فيها، تقدر تشري تاع زوج تاع 32 جيجا ولا 3 تاع 32 جيجا وتخدم بهم. منها شغل اذا تخسرت لك الكارت ميمو، باسكو الكارت ميمو يتخسروا من ذاك، اذا تخسرت لك وحده تلقى شغل الفايلز تاعك والدوسيات تاعك والتصاور اللي صورتهم ولا الفيديو اللي درتهم تقدر تلقاهم في الكارت ميمو الاخرين اللي بقاو لك. وعلى هذا مليحه باش تشري ثلاثه الكارت ميمو ولا زوج ولا بمساحه صغيره، وما تشريش وحده فيها مساحه كبيره بزاف. والحاجه الثالثه واللي تقدر ما تستغنى عليها في البدايه تاعك كمصور فوتوغرافي واللي هو الفلاش، باسكو الفلاش نعطي لكم مثال بيا انا ملي بديت راني شغل حقيت فلاش اللي حسيت روحي زعما حنسحق فلاش ولا زعما نسحق فلاش، باسكو فري شغل ما تحقوش ابار اذا كنت حتخدم به خدمه باينه شغل زعما انت حتشري كاميرا غير على جال ويدينغز ودا باش دير الايفنتس هذو تماك اللي تسحق الفلاش هذا. بصح اذا كنت حت شغل تبدا في الفوتوغرافي وتتعلم وشغل حتتعلم على الكاميرا وكذا ماحش تحق كاع هذاك الفلاش، باسكو برا ماحش تحقو شغل الكواليتي تاع الكاميرا تاعك تكون تكفيك وشغل بزياده كاع. وعلى هذا تقدر تقول بلي ما تحقش انت فلاش في بدايتك ابار الا اذا كنت راح تصور شغل الويدينغز والعراس هذوك والايفنتس والشغل في بلاصه مغلوقه وتسحق تصور العباد بزاف تماك اللي تسحق فلاش وتقدر تجيب فلاش. اما اذا كنت راح تتعلم انت وراح تخرج جديد في الفوتوغرافي ماحش تسحق كاع الفلاش هذاك شغل يبان لك بلي عفسه زعما او فوق الكاميرا وزعما الكاميرا ولا تشبك جبت فلاش دا بصح فري ماحش تسحق. والحاجه الرابعه اللي تقدر تستغنى عليها اللي ما تسحقهاش كاع واللي هي هذا الساكوشات اللي يجوا مع الكاميرا، فري فري ما تسحقهاش. وحنا كمصورين انا واحد كي شريت الكاميرا تاعي الاولى طالي مع هذيك الساكوشه وما سحقيتهاش كاع، ماشي ما سحقيتهاش حطيت فيها الكاميرا بصح شغل سيرتو اذا كنت حتشريها ما تشريهاش فري ما تشريهاش باسكو شغل الكواليتي تاعهم تكون بزاف عيانه وما حش دير لك بروتكشن للكاميرا تاعك كيما زعما تخيلها ومشي براكتيكال ما تقدرش تخدم بها ماشي ما تساعدكش كيما يكون عندك الساكادو تاع الكاميرا سبيسيال لازم تشري واحد هكا سينو هذيك ما حش تساعدك فري ما حش تساعدك ما عندها حتى معنى. صح اذا انت شريت كاميرا وطاولك معها ماشي معناتها ترميها نورمال تخدم بها بيد ما تشري ساكادو. بصح وشنو اذا كان شغل محتار بينها وبين ساكادو وبين المحفظه هذيك تشري ساكادو خير. والحاجه الاخرى في لو ليست تاعنا واللي هي الحاجه اللي تعيني بزاف شغل في هذا الدومين في الاكسسوارات اليوم واللي هو اللانس هذاك تاع 75 300 ملم هذاك شغل اذا مازالهم يخدموه
ما فهمتش علاش راهم يخدمها والله ما فهمتش وما عندوش كاع معنى هذاك لوبجيكتيف صح كبير ودا يبان لك شغل انت كي تكون جديد في الفوتوغرافي تخزر هكا تبان لك عفسه كبيره والكاميرا تاعك تولي تبان كبيره وتقيله بصح ما عنده حتى شغل العفسه تقدر تستفاد بها الدراهم تاعو هذوك اللي تشريهم بهذاك لوبجيكتيف تقدر تشري بهم واحد 50 ملم 1.8 وشغل يعطيك نتائج بزاف شابه خير من هذاك لوبجيكتيف باسكو فري فري ما عنده حتى معنى والكواليتي تاعو عيانه بزاف ما فيهش ستابلايزر ودي جاك كبير تما ما فيهش ستابيليزاتور هتلعب للكاميرا بزاف تحطه في سترايبود يجيك الاهتزاز هذاك شغل ماحش قاعد يساعدك تما اذا شفت هذاك لوبجيكتيف ما كلاش غير زعما تشوفو ويبان لك عفسه كبيره ودومنا باسكو فري الكواليتي تاعو والريزولت اللي حد شغل يمدهم لك ماحش كما هو كما كتشوفو في الكاميرا وهادو كانوا خمسه اشياء عطيتهم لكم انا يبانوا لي شغل اللي سييتهم بانوا لي بلي شغل تقدر تستغنى عليهم في البدايه تاعك تقدر انت اذا كنت تخدم شغل تايب معين تاع فوتوغرافي تقدر تستخدم ترايبود تقدر تستخدم فلاش تما نحكي لك اون جينيرال هنايا هادو هما اللي نشوفهم شغل ما تقدر تستغنى عليهم في البدايه تاعك باسكو حنايا كي نبداو كاع شغل في الفوتوغرافي وهذا الدومين هذا يكون عندنا ميزانيه محدوده نحبوا نشرو بها فيس شغل نقدروا نبداو نخدموا بهم نقدروا شغل يساعدونا نقدروا نستخدموهم هادو هما العفايس اللي عطيتهم لكم اليوم يبانوا لي بلي شغل هذا رايي الشخصي يبانوا لي بلي تقدر تستغنى عليهم كفوتوغرافر ولا كفيديوغرافر اذا انت عندك عفايس واحد اخرين تبان لك بلي تقدر تستغنى عليهم كبدايه في هذا الدومين هذا وهذا الميدان هذا اكتبهم تحت في التعليقات خليهم لنا واذا بانت لك بلي انا غلط في شي عفسه اكتبها ثاني تحت في التعليقات ما تنساش دير جام دير ابوني في لاشين يوتيوب باش يوصلوا لكاع الفيديو جديد دير ابوني في انستغرام تاعي عاصم حمانه ونتلاقاو في الفيديو الجاي peace.